محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الخاطرة 78 بعد 100 الأولى من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور العلامة مصطفى السباعي عليهم الله شهابيب الرحمة والرضوان. أطعنا وحدة مناجاة حالة حضور قلب، وانتقلنا للتي بعدها. قال عنوانها: لك من حياتك خمس. نصها: لك من حياتك طاعة الله وطلب المعرفة وبذل الخير وبر الأقرباء والأصدقاء ودفع الأذى عن جسمك، وما عدا ذلك فهو عليك. يعني الشيخ جاءته خواطر أثناء مرض الموت، المرض الذي انتهى به إلى الموت، ففتح الله عز وجل عليه بما فتح. بعض هذه الخواطر سياسية، بعض هذه الخواطر اجتماعية، بعض هذه الخواطر صوفية، بعض هذه يعني مشكل هذه الخواطر، لكن كلها تكتب بماء الذهب. يقول لك هنا: لك أيها المسلم من حياتك اللي إلك طاعة الله. طاعة الله إلك لما عليه؟ لك. أطيع الله وأطيع الرسول، وهيك الله عز وجل قال: وأولي الأمر منكم. طبعا أولي الأمر في غير معصية الله، يعني الأصل هي طاعة الله عز وجل، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا اللي يقول أنا ما بأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا علاقة بالبخاري ولا بمسلم، هذا منحرف، لأن طاعة رسول الله بنص القرآن. يقولون لا نأخذ إلا في بما جاء في القرآن. طيب القرآن يأمرون بطاعة الله، القرآن يقول وما ينطق عن الهوى. إذا لك من حياتك طاعة الله. الآن صلينا المغرب، هذه لنا. بعد ذلك نصلي العشاء، هذه لنا. كنا نسبر جزءا من كتاب الله عز وجل لأحد الإخوة، هذه لنا. الذي يحفظ آيات من كتاب الله أو يحفظ كتاب الله هذا له. الذي يحضر درس علم، الذي يلقي درس علم، الذي يدافع عن دينه، الذي يعتز بدينه، كل هذا يدخل في طاعة الله. الذي يقوم قبل الفجر، الذي يستغفر الله بالأسحار والمستغفرين بالأسحار، كل هذا من طاعة الله. قال: لك من حياتك طاعة الله، ولك من حياتك طلب المعرفة. طلب المعرفة على الإطلاق هذا أيضا يسجل لك إن نويت به، يعني أن تقف على سفر من سبل دينك. إذا على الإطلاق، يعني سواء وضعك الله في علم الرياضيات أو كنت مهندسا أو كنت طبيبا، أنت تقول أنا على سفر من سبل الإسلام. طبيب عيون، والله أنا بدي أعالج المرضى العيون. طبيب أسنان، طبيب عصبية، تنوي أنك على سفر من سبل الإسلام. وإذا كان يقصد الشيخ المعرفة الإلهية، فلا يقوم أو لا تقوم حياة إنسان مسلم إلا بأن يتعرف على الله. يعني إذا أراد بالمعرفة خصوص المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لا تقوم حياة المسلم إلا بأن يتعرف على الله. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تصل لحالك كأنك أنت جايب الله. هذا الإحسان، هي درجة الإحسان. يقول العلماء: تقطعت دونها أعناق الرجال. طيب إذا ما قدرت تصل إنه أنت كأنك شايف الله، عم تعبد الله كأنك ترى. قال: فإنه يرى، أي فاعلم أن الله عز وجل يرى. إذا لك من حياتك طاعة الله، ولك من حياتك معرفة، طلب المعرفة، طلب المعرفة الإلهية أو طلب المعرفة على الإطلاق، وتدخل منها المعرفة أو تحت جناحها أو رواقها المعرفة الإلهية. قال: ولك من حياتك بذل الخير. الآن في حال السوريين أو الأوغور أو الميانمار، يعني أو الفلسطينيين، أحوال المسلمون الذين يعني تعرضوا للنكبات، هناك من تفرغ للإغاثة، هذا من الخير. هناك من تفرغ للإغاثة، هناك من تفرغ للخدمة، هناك من تفرغ لبذل المال، كل هذا من الخير. الخير يطلق على المال، وإنه لحب الخير لشديد، والخير يطلق على عموم الخير. بعض الناس لا،
يعني يدعون الناس يثبتون الناس أيضا بكلماتهم، هذا أيضا من الخير. ولك من حياتك بر الأصدقاء الأقرباء والأصدقاء القريب صلة رحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أخوك وابن عمك وابن خالتك هذا كله داخل بصلة الرحم. وأيضا أصدقاء في بر للصديق، يعني أنت اليوم تعرفت علينا وتعرفنا عليك. طيب المسلم مسؤول عن صحبة ساعة، قعدنا مع بعض، قرأنا قرآن، حضرنا درس، حجينا مع بعض، حجي كنا نحن وياه سنة بالحج، مو هيك يا حجي؟ فضل الله عز وجل. طيب في هناك مسؤولية أمام الله، فهذا البر الذي يعني يتبادله المسلم مع أخيه المسلم أيضا هو له عند الله سبحانه وتعالى. ولك من حياتك دفع الأذى عن جسمك، بصير نحن نشرب خمر هذا أذى، بصير نشرب دخان هذا أذى، بصير ناكل سم طيب هذا أذى، طيب بصير ناكل أكل تؤدي إلى ضرر في أجسامنا هذا أذى، وعد إن كانت متعد. طيب الأصل التحريم لما الحل في الطعام والشراب، لا الأصل الحل، انتبهنا. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، ليش قال الله تعالى وأتلوا؟ تعالوا أرجو لنتلوا ما حرم، لأن المحرمات قليلة معدودة، أما الأصل هو الحلال. أنت ما مو بتفكر المسلم يعني كل شيء عنده حرام، لا الأصل الحلال والحرام معدود. نعم. قال ودفع الأذى عن جسمي، طيب ما عدا ذلك يقول الشيخ فهو عليك. ما بدنا نطول، زدنا عن 5 دقائق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.